ولا ان احنا كثير عندنا اهتمام بدول ثانيا من امريكا اللاتينيه كمان تؤيد المحكمه الدوليه انه هي عندها اهميه كبيره للانكسار لتفشيل الهزيمه الاجرام الصهيوني على غزة وعلى فلسطين. يعني البرازيل بالنسبة لنا البرازيل كثير عنده أهمية كبيرة في العالم، وهو يعني لولا الرئيس لولا أيد المحكمة الدولية اللي دخلت فيها جنوب أفريقيا وبوليفيا وفنزويلا وكولومبيا، وأنا بعتقد أنه بعد ثنتين ثلاثة أو أربع دول بجوز يدخلوا كمان تأييد لهالإجرام واللي عم بيصير بغزة وبفلسطين. كيف يبدو الحركة؟ هذا على المستوى الرسمي، لكن ماذا عن المستوى الشعبي في دول أمريكا اللاتينية؟ كيف يتفاعل مع ما يجري في غزة؟ والله الشعب جميعا بكل أمريكا اللاتينية تأييد للصمود الشعب الفلسطيني. حتى نحن في البرازيل صار ب 23 ولاية مظاهرات تأييد لصمود الشعب الفلسطيني وضد هالعنصرية هالإجرام اللي عم بيصير على فلسطين. يوم عن يوم كثير من الشعوب تبع أمريكا اللاتينية عم بتأيدوا، عم تنزل على الشوارع لحتى تطلب من حكومة تبعيت لحتى تقطع علاقاتها مع النظام الصهيوني.